السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. الوغ الشقيقه هو واحد المرض اللي تيصيب اللي تيكون خصوصا عند النساء، اكثر عند النساء. هو مرض مزمن ولكن ماشي خطير على الجسد، دونك ما عندوش عواقب خطيره على الجسد، ولكن بعض المرات ملي تيكون الصداع كثير في الراس تيقدر هذا الشيء يكون عنده عواقب على الحياه اليوميه نتاع المريض. دونك الشقيقه هو مرض اللي تيكون فيه نوبات نتاع الصداع، دونك حرق الراس اللي تيجي بصفه على شكل نوبات. دونك تتجي نوبه ولا تنسميوها حنا كريز دو ميغرين، وبين الكريز والكريز المريض ما تيكون عنده حتى شي حاجه، تيكون عادي تماما. والتشخيص نتاع هذا المرض اساسا على الحوار مع المريض، لان تنسولوه بعض الاسئله كيفاش داير حرق الراس وبزاف الحوايج نسولوهم، والفحص السريري اللي تيكون عادي، اللي تيكون ليكزامان كلينيك تيكون توتافي نورمال عند المريض. دونك ما تنحتاجوش اي تحاليل اولا شي راديو نتاع الدماغ، ما تطلبوش باش نديرو تشخيص نتاع الشقيقه. الشقيقة في رمضان أو لا غير رمضان عندها نفس الأعراض. ألوغ شنو هي لا ديفينيسيون الشقيقة، كيفاش كتكون؟ ألوغ الحريق دراس تيكون دائما في النص ديال الراس، إما اليمين أو لا اليسار، ولكن في أغلبية الأحيان تيكون بجهة واحدة. حريق دراس تيكون تنقولو بولساتي، لأن بحال نبضات نتاع القلب المريض تيحسها هنايا في الدماغ، دوك تيكون في هاد الجهة هادي أو لا مورا العين، دوك بزديح، دوك زديح. المده ديالو تتكون بين 4 السوايع حتى 3 ايام. دونك الشقيقه اساسا ما تتعداش 3 ايام ديال الحريق. في بعض الاحيان تيكونوا معها اعراض اخرين اللي بحال ترويعه او لا تسقيه، المريض ما تيقدرش عاوتاني حتى هو يشوف الضوء، ما تيقدرش يشوف الشعه، وما تيقدرش يسمع الصداع. دونك ملي تيكون عنده الحريق كثير تيخصو في هذه الحاله تيبغي يجلس في الظلام ويتكا وما يسمع حتى شي واحد، ومي تيكون الحريق كثير تيخصو يحبس الخدمه، ما تيقدرش يستمر في العمل ديالو او حتى يدير شي اكتيفيتي فيزيك. دونك مثلا حتى المشيه او لا الطلع نتاع الدروج تيقدر يزيد من الحريق ديال الراس. رمضان السبب الرئيسي اللي تيخلي الكريز يتزادو هو تغير في نمط العيش اللي تيكون مفاجئ بالنسبه للجسد وحاد بالنسبه للجسد. دونك جو ميكسبليك، معنيتها مثلا الناس اللي تيشربوا القهوه بزاف، دونك تيقطعوا فجاه القهوه تتجيهم لا كريز دو ميغرين. لا ديزيدغاتاسيون، ما تبقاوش نشربوا الماء بزاف، دونك هذا عامل من العوامل اللي تيخليو النوبات تيكثروا. قله النعاس، تنعرفوا بلي الشقيقه دائما غير رمضان في سائر الايام الى الواحد ما نعش مزيان او لا كان عيان او لا كان ستريسي النوبات تيرجعوا. دوك هادو هما اساسا العوامل اللي تتخلي الكريز يرجعوا في رمضان. وفي بعض الناس تيقدر يكون اوسي من تهبط السكر في الدم، في بعض الاحيان هو تيقدر يكون عامل باش تيكونوا الكريز تيتزادوا. هو العلاج تبدا قبل رمضان نورمالمون. الوغ الناس اللي تتكون عندهم شقيقه لي كريز نوبات تيجيهم بصفه كثيره. الوغ شنو معنيتها بصفه كثيره؟ المريض الا كانت كتجيه دو كريز، جوج نوبات حادين افيك الحريق كثير في الشهر، اولا 4 تاع لي كريز خفاف في الشهر، معنيتها بلي هذا المريض خصو ياخذ الدواء بصفه مستمره كل نهار للوقايه، لان الشقيقه عندها جوج انواع تاع الادويه. كاين الدواء اللي تيتخاد مين تتكون لا كريز، مين تيجي داك الحريق ديال الراس في داك الساعه قبل ما يبدا، في داك لي دقائق قبل خصنا ناخذ واحد الدواء باش ما يتزادش الحريق. وكاين بحال اللي قلت لك هاد الناس اللي تيكون عندهم الحريق نوبات تيجي بصفه مستمره كثيره، جوج مرات اكثر من جوج مرات في الشهر، خصهم تياخذوا دواء كل نهار باش الوقايه من باش ما يبقاوش يجوه لي كريز بصفه مستمره، باش يبقاو يجيو لي كريز من بعدين. دونك قبل رمضان الناس مثلا اللي تيكون تيجيهم لي كريز بزاف خصهم يشوفوا الطبيب الاختصاصي ديالهم باش يبداو الدواء للوقايه قبل شهر رمضان. هذه اولا.
الوغ الناس اللي تجيهم لي كريز مره في داك الساعه في رمضان خصهم الوقايه بحال العوامل اللي قلت لك، خصهم ياكلوا مزيان، يقللوا من السكريات، يشربوا الماء بزاف. دوك مين يفطروا يبداو بالماء ويتسناو شي هذا الوقت عاد ياكلوا ويبقاو يشربوا الماء في الليل كامل، ينعسوا مزيان، حتى الرياضه. تنعرفوا بلي في شهر رمضان الناس تيبغيو يديروا الرياضه بزاف. الوغ الناس اللي تتكون عندهم شقيقه تجيهم كثيره وحاده وسطع بزاف، يحاولوا ما يديروش الرياضه بصفه كثيره في النهار، لان تعرفوا ملي تنديروا الرياضه تنبغيو نشربوا الماء، فداك الساعه ما تيمكنهمش يشربوا الماء. دونك اما يديروا شي رياضه خفيفه اولا يقدروا يديروها من بعد الفطور. سينو الا جاتهم لا كريز في النهار راه كاين الادويه، غياخذوا دي سوبوزيتوار، دونك شميعات اللي يقدروا ياخذوهم باش ينقصوا من لا كريز في سائر النهار. بحال اللي قلت لك دونك بيان دورمير، ينعسوا مزيان، ياكلوا مزيان، ماشي سكريات بزاف، يشربوا الماء بزاف، ويشوفوا الطبيب ديالهم من قبل شهر رمضان، من الاحسن شهر من قبل بالناس اللي تيكون عندهم شقيقه تجي بصفه مستمره، لان هذاك كاين بزاف تاع لي تريتمون اللي تيتعطاو باش تنخليو لي كريز يجيو من بعدين بزاف، ما يبقاوش يجيو بالحده، وحتى الا جاو ما تيجوش بصفه كثيره. مي خص ماشي حتى رمضان عند الدواء، لان خص الوقت باش الدواء يدير المفعول ديالو، دونك خصو يبدا على الاقل واحد الشهر من قبل.